القصر عند البلاغيين نوعان، قصر حقيقي وقصر إضافي نسبي. فالقصر الحقيقي أن يقصر المقصور على المقصور عليه حقيقة باعتبار الواقع، مثل إنما الله إله واحد، فالألوهية الحقيقية مقصورة على من؟ على الله عز وجل، وليس هناك إله حق سواه، هذا هو القصر الحقيقي. أما القصر الإضافي هو أن يقصر المقصور على المقصور عليه باعتبار الإضافة والنسبة. كما لو قلت إنما زيد مسافر، أهو المسافر الوحيد